صباح الخير يا جميع، في فيديو جديد النهارده من قناه روح فين منين التومي مابس. معاكم احمد التومي. النهارده يا جماعه احنا داخل القاهره في مساكن شيراتون، هنشوف هنروح فين منين. احنا كده طالعين على شارع المشير احمد اسماعيل. كنا بدأنا كذا فيديو قبل كده من هنا، من شارع المشير احمد اسماعيل. في ظهرنا يا جماعه طريق النصر. فزي ما بقول لحضراتكم، ظهرنا طريق النصر، واحنا في اتجاه كده ايه، في اتجاه العروبه والكليه الحربيه وهيلتون هليوبلس. المفروض ان احنا رايحين مصر الجديدة، شارع اسمه نزيه خليفة، ناحية حديقة الميريلاند كده. فهنشوف مع بعض بقى ايه من هنا، من مساكن شيراتون، شارع المشير، مطار الماظة اهو على ايدينا الشمال. فهنشوف بقى السكة من هنا ايه، السكة من هنا هتودينا ايه، هتودينا منين وعلى فين. وشنا اهو طريق العروبة، وهيبقى سور الكلية الحربية برضو ايه، هيبقى مواجه ايه، مواجه لينا مباشرة. واول ما هنكسر يمين هنقابل كوبري المطار على شمالنا، وهيلتون هليوبلس على ايدينا اليمين. ادي هيلتون هليوبلس اهو على يمنا، وعلى شمالنا اهو يا جماعه جاي ايه، جاي كوبري المطار. اللي عايز مطار القاهره يطلع الكوبري اللي جاي ده، وطوالي تخليك في الجانب اليمين، طوالي على طول هتبقى داخل حرم مطار القاهره. في نص الكوبري في تفريعه شمال كده، لو نزلت منها تروح على محور جوزيف تيتو بقى، ونادي الشمس، وفندق كونكورد السلام، وعايز جسر السويس بقى، شارع الحجاز الناحية التانية. مش هنطلع طبعا احنا ايه، مش هنطلع بقى الكوبري بتاع المطار، هنعمل يوتيرن من تحت ايه، من تحت الكوبري. الكلية الحربية هلع على ايدينا اليمين، وهيلتون هليوبلس بقى على ايه، بقى على شمالنا.
وده كوبري الجلاية يا جماعة، اللي عايز أبو بكر الصديق أو المحكمة مصر الجديدة ينزل من إيه؟ ينزل من جنب كوبري الجلاية. هي على يمنا فيها انظران، واي شارع من الشوارع اللي على يمينك ده يدخلك على مصر الجديده. عموما شارع الثورة هو جاي، اللي عايز ميدان روكسي وشارع الثورة هيخش معايا ايه، معايا يمين من هنا. ده نفع الثورة، هو يعتبر شارع الثورة نفسه الجزء الثاني يعني من الشمال، شمال طريق العروبة، واللي على شمالنا ده يعتبر نفع ايه، نفع الثورة. وممتد طبعا قدام يعني بقية الشارع برضو ايه، بقية الشارع اسمه برضو شارع الثورة. بمجرد ما عملت اليمين ده كده يعني سبت شارع الثورة على شمالي، انا كده في نزيه خليفة. هو ده ايه ده يا جماعة، نزيه خليفة اللي في مصر الجديدة، في محطة مترو اهو، الخط الثالث الاخضر. شارع كبير وواسع، يعتبر برضو ايه من الشوارع الرئيسية والكبيرة بتاعت مصر الجديدة. كان في مدرسة القديس يوسف على ايدينا اليمين، وادي في كنيسة على يميننا بس ما اعرفش اسمها ايه. اخر نزيه خليفة بنقابل بقى شارع الحجاز والمعهد الاشتراكي، ده في اخر نزيه خليفة.
وكده يبقى وصلنا ايه، وصلنا الواجهة بتاعتنا يا جماعة. استاذن حضراتكم اللي عجبوا الفيديو اعمل اشتراك ولايك وشير وفعل الجرس تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش الفيديو واللي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، ونشوف حضراتكم في فيديو جديد قريبا، ومع السلامة.